مساء الخير على كل متابعينا على جريدة أهل مصر، مع حضراتكم من أعزائي الفنانة الإعلامية شيرين الطحان بمسجد النشيد البنطاوي. في ظل تواجد طفيف من نجوم الفن الذي اقتصر على الفنان محمد محمود والفنان أيمن عزب، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله واسع عليم
المقدمة هي شيريني نعم شيريني طحاوة طحاوة شيريني طحاوة دي مذيعة أنا من مصر شيريني طحاوة حبيب قلبي
لما تيجي عندي بس يا باشا. Thank you.